اهلا بيكم، معاك مستر محمد من قناة ستاديوز. مستر محمد، issues water conversation vocabulary. هناخد النهارده يا حلوين مع بعض بعض العادات او بعض الافعال اللي بنعملها كلنا في البيت، وهنقراها مع بعض ونعيد عليها مره واثنين وثلاثه. كلنا بنغسل سناننا بعد كل وجبه، اسمها brush your teeth. brush your teeth. تاني، brush your teeth، يغسل أسنانه. يعني teeth هنا جمع، أمال سنة وحدها يعني إيه؟ السنة لوحدها اسمها tooth، T-O-O-T-H، جمعها teeth، T-E-E-T-H، teeth أسنان. تاني، brush your teeth، brush your teeth، يغتسل أو ياخد shower، اسمها take a shower. Take a shower. Take a shower. يأخذ دش أو يغتسل. Take a shower. يستحم في البانيو. Take a bath. Take a bath. Take a bath. يستحم. يسقي الزرع أو يسقي النباتات أو يرش مية على النباتات. Water the plants. Water the plants. Water the plants. حرف T ما بين حرفين vowel يتنطقوا دي. Water the plants. يسقي الزرع أو يروي الزرع. فاكهة fruit. فاكهة fruit. فاكهة fruit. خضروات vegetables. خضروات vegetables. الخضروات vegetables. خضروات vegetables. بعد كده عندنا مشروبين مهمين جدا، هو مشروب الشاي ومشروب القهوة. كلمة شاي يعني تي، شاي تي، تي اي اي تي، شاي. وطبعا هيجي قبلها فعل يشرب اللي هو ايه؟ برافو عليك، درينك. Drink tea. Drink tea. عايز اوضح حاجة، ان تي ما بيجيش قبلها حرف indefinite article او اداة نكرة، يعني ما ينفعش اقول a tea غلط، يبقى drink tea. وcoffee drink coffee. Drink tea drink coffee. Drink tea drink coffee. بعد كده فورست، حنفية فورست. وفي كلمة تانية اسمها تاب، برضو تي اي بي، ولكن اللي علينا هنا فوست. بعد كده شامبو، شامبو شامبو. اوف يعني النور مطفي، اوف النور مطفي. باول سلطانية، باول سلطانية. تمام كده، باول سلطانية. مديني ملاحظات تحت بيقول الفرق ما بين الاغتسال والاستحمام، ان الاغتسال بيكون وانت واقف ولما يكون مدة قصيرة ولا نستخدم به الماء كثير من الماء، اما الاستحمام بيكون وانت جالس في البانيو ونستخدم به كثير من الماء، لذا في الاغتسال افضل من الاستحمام لتوفير الايه؟ الماء. Help your child learn about the importance of water. هنقراهم تاني كلمات كلها. Brush your teeth. Take a shower. Take a bath. Water the plants. Fruit. Vegetables. Tea. Coffee. Faucet. Shampoo. Off. Way. Powell.